الفلاحة يفيقوا، الفلاحة يفيقوا، حنا تنديروا هذا الشيء من المال ديالنا الخاص، حنا فيها 76 منخرط، كلها منخرطين ما عندهم الصيفة. الدعم ديال العجلات ديالو، والعجلات مزيودين هذه عامين، قالوا له ما نعطيكش الدعم، إذا هذا هو اللي تيتحكم حتى في الدعم ديال الدولة. أنا واش بدا أنا براسي عندي شكات عندهم، غدا يدفعوهم لي. إذا حنا ولينا في الله، أنتم لا دخلنا الحبس ما تنسوناش، أنا نقول لكم من هنايا. نهضرنا حنا لنا جوج حوايج داخلين اللهم ندخلوا برجال وندخلوا بعزنا صافي سالت الهضره لانه هو اما تبقى مدلول وحاني راسك ويدير فيك ما بغى واما تخرج هكا العلان وبعدا وحدين اخرين راهم يتنقدوا الوطنيه في اقرب وقت وتدخل المجلس على الحسابات لان هذا دعم ديال الدوله وهذا فلاح صغير فلوسه هذيك وهو جالس كاع اللي خلاوها عائلتنا وكاع اللي خلينا احنا عز راه هو جالس يتصرف كيف ما بغى. مبروك ويصلكم عيد مبارك سعيد. معك عوا محمد رئيس جمعية منتجي ومجمع الحالي بجهة الرباط سلا قنيطرة ورئيس التعاونية السليمانية منخرطة بإكسترالي أو بتعاونية الحليب الأفضل بالقنيطرة. الإخوان راهم هضروا بما فيه الكفاية وتيهضروا بواحد الحرقة وأنا تنضامن معاهم في هذا الموضوع لأن خاص الفلاحة يفيقوا، الفلاحة يفيقوا. حنا تنديروا هادشي من المال ديالنا الخاص لأن هادشي فلوس ديال الفلاحة الصغار ديال المنخرطين. كيف يعقل بأن دابا حنا واصلين العدد ديال المنخرطين 356 منخرط اللي كاينة لغاية آخر جمع عام وهما تيعتمدوا على واحد اللائحة فيها 76 منخرط كلها منخرطين ما عندهم الصفة دايرين هما على حساب الكيفية ديالهم باش يطردوا الناس الاصليين والمؤسسين وتيخليوا الناس يديروا بالكونترا. واش هذا اللي تيطرد واحد عنده جوده ديال الحليب ديال 10 طن مثلا وتيمشي يقلب على ناس اخرين غرباء اللي هما غرباء وتيدير معهم كونترا وتيدير معهم مساومه وعندنا دليل ناس مشى عندهم تيساوموا تيقول لهم تعطوني قده وقده في اليترو. هذا الرئيس واش هذا يحتذى به؟ واش هذا عايز يزيد بالتعاونيه القدام؟ هذا هلكها. حنا تنديروا هاد الصيغات لعل وعسى يكون عندنا واحد صوتنا يوصل لكن صوت العداله يكون هو اللي يعدل في هذا الحق. هاد الناس شوف هاد الناس كيفاش يجمعوا هذاك الحليب وكيفاش يعانوا مع ديك البقره مسكينه وكيفاش يعيشوا وكيفاش يوكلوا وكيفاش تيقاسيو. هادو ما خصهمش الفرقه الوطنيه خصهم ما نعرف هادو ما بقاش عندهم كاع التواجد هنا لان ما بقاوش يشوفوا المال ديال هذوك الفلاحه ولا تيشوفوا المال ديالهم خاص تيتصرفوا بدون مراقب بدون محاسب. وكاينه واحد الامر خطير بان ما كاينش تعاونيه وحده كاينه تعاونيه اخرى سميتها سيربيجي تعاونيه الغرب التلقيح ولا هذا حتى هي هما النيت رؤساء ديالها وكي تيجيو القنيطره تيحوصوا وتياخذوا التعويض عليها التعاونيه والتعويض على التعاونيه مع العلم بان ديك التعاونيه مكلفه باش تعطي الدعم للفلاحه في اطار التلقيح الصناعي. هما حبسوا دابا الدعم على واحد السيد واش هو عنده الحق يحبس الدعم؟ حيد واحد دابا بحرا مؤخرا حبسوه من المجلس الاداري مشاو ما بغاوش يعطيه الورقه ديال الدعم ديال العجلات ديالو والعجلات مزيودين هذه عامين قالوا له ما نعطيكش الدعم. اذا هذا هو اللي تيتحكم حتى في الدعم ديال الدوله. اذا هذا شي حاجه خطيره. الدعم اللي يديرو سيدنا والدعم اللي يديره الوزاره وتنبيه تنتنفعوا هو يديروا اداه الضغط تيقول لك لا انا رئيس ما نعطيش الصفه وعاد جدي اللي هضرنا عليه وغنبقاو نهضروا عليها ديما هو وسيله الضغط ديال الشيكات اللي صعيبه وما يقدرش حتى شي واحد يقدر يتنفس لان هاد الفلاحه الصغار انا عارفينهم علاش مساكن مضغوطين وتيقول لك صوتوا بالاجماع انا عندهم ضغوطات كبيره ما يقدرش انا تنراعي له انا نكون بلاصتو ونكون تحت في هذاك الكا ديالو حتى انا عن صوت باللي بغى هو لانه هو ما تيقول الناس هادو واش ما راضيينش يصوتوا على السيد. الناس عندهم مواقف ديالهم مساكن تيشوفوا المال تيمشي ولكن ما يقدروش يهضروا لان عندهم ضغوطات عندهم شيكات على بياض عند تحتفظ بهم هما عندنا معاملات من تتم كاينه شكايه في الموضوع دارها اخر واحد دابا مؤخرا دايرها هي تداول في الجزره كان وحنا معاملات ديالنا كنا حنا تنشهدوا بان حنا تنديروا معامله تيطلبوا منا كونترا وتيكون اقتطاع من الحليب وتياخذوا شيكات كل شيء الفلاحه هما كاملين حنا تنشهدوا بها مني انا واش بدا انا براسي عندي شيكات عندهم غدا يدفعوهم لي. اذا حنا ولينا في الله انتم لا دخلنا الحبس ما تنسوناش انا نقول لكم من هنايا انا نقول هاد الناس حنا احنا علاش نهضرنا احنا لنا جوج حوايج داخلين اللهم ندخلوا برجال وندخلوا بعزنا صافي سالت الهضره
لانه هو اما عاد بقى مدلول وحاني راسك ويدير فيك ما بغى، واما تخرج هكا العلان وبعدا وحدين اخرين راهم يتنقدوا. حنا لا مشينا وحدين اخرين يتنقدوا، هذا هو اللي كاين. والمطالب هي تدخل الفرقه الوطنيه في اقرب وقت وتدخل المجلس على الحسابات، لان هذا دعم ديال الدوله وهذا فلاح صغير فلوسه هذيك وهو جالس كاع اللي خلاوها عائلتنا وكاع اللي خلينا احنا عز راه هو جالس يتصرف كيف ما بغى، مع العلم بانه تيخرج واحد المبالغ ماليه ما عرفناش فين تمشي مشبوهه. بلا ما نهضروا تيقول لك سيدي انا ما كاينش واحد يقدر يوقف في طريقي، والله اعلم. حنايا ثقتنا في الله وفي القانون وعارفين الحمد لله القانون ان شاء الله نهار يتدخل احنا غنشوف هذيك الساعه واش حنا اصحاب حق ولا احنا ظالمين هذا السيد. احنا ما تنطالبوش شي حاجه. انت من الناس المساهمين في التعاونيه واش تقدروا انكم ديروا شكايه بهذا الشيء؟ ما عندهاش يا شكايه، هذه السيده ما تسمعش لك. احنا صيفطنا له رساله، صيفطنا له بعدا قبل رساله صيفطنا له الناس متوسطين يعني بلا محكمه باش يجلسوا معنا في اطار ودي، ما بغاش يستاجب. صيفطنا له رساله استماع ومطالب على يد رئيس المحكمه، وصيفط له المفوض القضائي باش يعطينا زودنا بالمعلومات ويعطينا المراجعه ديال الحصص ويعطينا هذوك المبالغ فين مشات. ما بغاش، عندنا الرفض. ها هي عندنا ديال الامتناع، ها هي ديال الامتناع باش امتنع ما عطاناش هذا. عاد التجئنا اخبرنا المكتب الوطني التعاون ودرنا الخبره، عاد مشينا للمرحله الاخيره اللي تعينت لنا الخبيره، وجا عند الخبيره وتيقول لي بان هاد الناس لا ما عندهمش الحق، ما عندهمش المعلومه، ما عندهمش الوراق. انت زودتينا بالمعلومه، والسيد اللي كان معاك دابا سي جدو في المجلس الاداري هذاك عنده الحق، اي حاجه يطالع عليها قبل ما يديرها. ولكن هو ما نهار اللي قالوا غير حاجه وحده، قال له عافاك بغيت المبلغ اكزاكت ديال هذا واللي من حقه طردوه. اخر واحد اللي هو صبري ما طردوه، علاش؟ قال له سيدي انا مجلس اداري وما رضاش انا غدا ولا بعده ان هذا الشيء يولي في سميتي انا ونولي محاسب. دار له واحد رساله تيطعن في هذاك القرار ديالو، السبب ديالو الطرد. تيرجع اللي بغى هذوك الموالين ليه اللي تهما غاديين معاه في نفس النسق، وتيطرد الناس اللي معقولين وباغيين يخدموا، مع العلم بان واحد الكميه كبيره ديال الحليب اللي حبست دات جوده عاليه، ودابا تيدير لي كونطرا مع ناس غرباء بحوايج اخرين. لانه قلت لك عندنا حالات في تيفلت مشى عند الناس وجلس معاهم في الطابله وقال لهم تعطيوني قدا وقدا ونرجعكم. الروتور كارثه، دابا الحوانت كلهم تيديروا الروتور، راه يديروا واقيلا كاع وقفه عما قريب، لان الحليب ما بقاش تيستحمل يبقى نهار ولا يومين لان الجوده ناقصه، وهو تيوجه التهمه للعمال والوزين، ولكن هو اصلا جاي من اصلا من برا جاي خاسر. وعندنا وثيقه تدلي بان هذا الرئيس نهار عنده كميه ونهار عنده الدوبل ونهار ما عندوش، عندنا وثيقه. كي اذا انت عندك مثلا نقولوا اليوم عندك 600 وغدا عندك 1000 وبعدو عندك 200، انت هذا الحليب شنو تحلم به؟ تتنط تلقاه ولا الناس ما فهمتش؟ الناس يكون عندهم حليب ستابل ناقص شويه زايد شويه. انت هذا الحليب اكثر من هذا الشيء، والخطير بان لي كونترول حبسهم، تيقولوا المجلس الاداري ما تقلبوش. لا هذاك ممنوع شي واحد يكونترولي، وبالخصوص الحليب ديالو ما تيتكونترولاش، وهو حبس واحد الكونترول دابا حابس مسكين. علاش؟ لان بغى يدير الاجراء ديالو وقال ليه لا الحليب ديالو ما تيتراقبش، ممنوع يتراقب، ولكن ديري لي رابور. وهي سوء تسيير، وهي تسيير كاينه من داخل، ولكن هو تيرجعها 180 درجه. تسيير ساكنه، كاين الاوتو اللي باغي يخدموا، كاين العمال اللي باغي يخدموا، كاين الفلاحه، ولكن هو تيمشي على هواه. هو حيد المدير العام ودير الصفه هو المدير العام. واش هذا قاري باش يدير مدير عام؟ واش هذا عارف ما انا لا حول ولا قوه. اول مره كنشوف التبذير واستعمال المال الغير بواحد الشكل ما نقدرش نوصف لك. انا نقول لك شي حوايج ما تفهميهمش، ما تفهميهمش.